احباب السلام عليكم. يوم الحد، يوم الانتخابات اليوم. المهم يوم الحد ما كاين حد، ولكن انا كاينه، انا وليدي حبيبي. الايام ايام الزينه. المهم خرجت قديت شي شويه الحاله يا هذيك، همشي المكتب تاع لي فوت اللي كاين حدايا، قريب ليا للدار ما بعيدش الصراحه. الدنيا هاي هاد البلاصه حدايا، هاد البارك فن، تنجي نتمشى فيه، وفي نفس الوقت تيجي ولدي رايان تيلعب فيه وتيدير الفيلو هنايا. المهم الدنيا زوينه، خضراء زوينه صراحه لله. المهم اليوم الانتخابات صراحه لله، هادشي كل اللي شفتو مؤخرا بالنسبه للانتخابات، البرامج تاع المرشحين، الحاجه اللي ثارت الانتباه تاعي في هذه الانتخابات هي ان لوبين خدات واحد يعني النسبه طلعت عندها هي، وميلونشون النسبه طلعت عنده. المهم هاد جوج، ماكرون بالنسبه لهادشي اللي جرى مؤخرا والفضيحه تاعو، يعني المصداقيه والناس ما بقوش ثاقين فيه، يعني هبط سميتو السونداج هبط ليه بزاف. المهم انا الحمد لله صراحه لله دابا هنمشي ننتخب. فكرت بزاف على الانتخابات، واش شكون هو اللي هيليق وشكون هو اللي ما هيليقش. انا ميلونشون هذاك البرنامج تاعو قريته مزيان صراحه، ولكن هذاك الشيء اللي كله باغي يدير ما يمكنش يديرو، لان باش يبدل شحال من حاجه خاص مجلس الشيوخ يوافق، ومجلس الشيوخ الاغلبيه فيه غير اليمين، في صحاب الضغوة صحاب ماكرون، يعني هذاك الشيء كله اللي قالوا زوين ولكن راه امبوسيبل يدار. بالنسبه لماكرون البرنامج تاعو هضر غير على هضر مزيان على الاقتصاد، وانا صراحه لله كما قلت لكم شرحت لكم في شحال من فيديو، اي دوله تبغى توقف واي دوله مزيانه تتوقف بالاقتصاد لا برودكسيون، شي بغيت نقول لكم. المهم لوبين بيان سور راكم عارفاها ضد الحجاب وضد وضد وضد، هي ما بغات حد. المهم تنقول المهم عدي جوج، اما ماكرون ولا ميلونشون، ماكرون ولا ميلونشون. المهم بقيت نفكر بزاف على اساس شكون اللي ننتخب. المهم هم شي وهنعمرو هذوك البريقات وحنصيد ربي وليدي. ها هو هو الكتكوت تاعنا، الكتكوت تاعنا ينعس. المهم رمضان دايز زوين هاد العام الصراحة لله، دايز مزيان الحمد لله. تنخرج تنتمشى شي شوية واخا تاع رمضان تنتحرك، ونحمد الله ونشكرو. وبهاد ومحد مفكرة حباباتي العيالات حتى الإخوان، سميتو شحال من بنت دخلت عندي وقالوا لي نقول لكم دعوا مع السيدات اللي باغين يحملوا اللي باغين يولدوا، دعوا معاهم في التعاليق. بزاف السيدات متبعيني وباغين يحملوا، الله ييسر لهم والله يعطيهم الذرية الصالحة والصورة الكاملة، وخلوا تعاليق الله يعطيكم ستر للسيدات اللي باغين يحملوا، قول لهم الله يعطيكم الذرية الصالحة والله يفرحكم الله يسهل لكم الأمور يا سيدي ربي. لأن شحال من وحدة متبعاني وطلبات مني ودخلوا عندي البنات وذاك الشيء، وسميتو وجوج المرات في الفيديوهات تنساهم، تنسى هذه المسألة ما تنقولهاش. المهم النهار دابا راه تقريبا شحال 12 هادي تاع النهار. المهم تا جمعت الدار وقاديت شي شويه، ولدي رايان راه كاين مع باه اليوم، كان مع باه، كاينه انا مدوزه نهار كله مع ولدي ليام. المهم وجمعت الدار وستفت ودوشت وبدلت حويجاتي، يا هذيك صلحت شي شويه تاع الحويجات. المهم كان روتين فيه الشقا، جري، ولكن اليوم عندنا الجو مشمش، قلت خاصني نخرج منها نمشي لمكتب الانتخابات ومنها باش نتمشى ونتحرك شي شويه. المهم كملت صبر نقطع الشانطي الحباب. المهم انتخبت، ولدي ليام نعس، انا جلست نسارح شي شويه هنايا، الدنيا شويه مشمشه. المهم انتخبت كما قلت لكم، كانوا عندي جوج، اما ماكرون ولا ميلونشون، ها
هاد جوج هما اللي انا كنت نفكر فيهم جوجهم. المكتب تاع الانتخاب كان الدنيا عامره لان الجو زوين فهاد لو برومير تور، زعما كانت الدنيا كانت عامره. المهم الحاجه اللي نقد نقول لكم عليها، هاد لو برومير تور يقد يكونوا فيه مفاجآت، يقد تكون فيه لوبين مع ميلانش، قد تكون في، انا تنقول قد نقدو نشوفو لوبين مع ميلانشون في سميتو المرحله الثانيه ويحيد ماكرون. كلشي يعني كلشي بوسيبل، يعني كلشي ممكن. واحد المساله اخرى بالنسبه للجواز، جواز التلقيح اللي حيدوه يعني السلطات المغربيه بالنسبه للرحلات الجويه حيدوه، هما حيدوه يعني مزيان. ولكن في هذه الانتخابات وهذه الفتره الماسك تحيد، شحال من حاجه تحيدات يعني حتى في البيرو كاينين الناس دايرينه يعني محبد ولكن ماشي اجباري. يعني في شي مدن هنا في فرنسا لي مير يعني جبروه في المكاتب تاع الانتخابات. المهم انا في هذه البلاصه ما ماشي اجباري غير محبد. المهم ولكن مور الانتخابات هتشوفوا بان شحال من حاجه هتتبدل، يعني الماسك قد يرجع، يعني السفر قد يجيبوا ثاني جواز سميتو الفاكسينال يجيبوا، يعني كل شيء قد يرجع. هاد الانتخابات ديما في الانتخابات بنادم الحكومه تتحني الراس تميك على شحال من حاجه، وان فتت تتفوت تتبان لنا شحال من حاجه جديده. المهم انتخبت صراحة، مهم ما قديش نقول لكم على من انتخبت لان نخاف، ماشي نخاف يعني احتراما، لان شي وحدين هيبغوا ماكرون، كاينين شي وحدين يبغوا ميلانشون، وكاينين شي وحدين هيبغوا الاخرين. المهم انا كما قلت لكم في 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 يعني في هذا الشيء اللي شت مؤخرا في البرنامج كانوا جوج اللي كانوا انتريسون، سميتو ميلانشون وماكرون، هاد جوج وهما هاد ثلاثة اللي طالعين، يعني ماكرون لوبين وميلانشون. وكما قلت لكم اللي لقينا شي مفاجأة وطلعت لوبين وميلانشون وقولوا لي راني تن زعما كي راني تنفهم شوية. المهم هادشي اللي قلت أنا، هادشي اللي قلت، ونشوفوا الدوزيام تور اش يجرى فيه. دوزيام تور يقد اللي طلعت لوبين راهي تحالف معها إريك زمور باش يطلع عليها سونداج نورمالمون خاصو يتحالف معاها. انا راه ما عنديش لا مع زمور لا مع لوبين، يعني نورمالمون راكم عارفين في الدوزيام تور تبدا التحالف، تيبقاو جوج وتبدا التحالف، شي تيتحالف مع هذا وشي تيتحالف مع هذا على المصالح على شحال من حاجه وعلى البرلمان وعلى شحال من حاجة. المهم خليت لكم الصحة والسلامة، ما نكترش عليكم، تهلاو ليا في راسكم، خاصني نفكر اش ندير الفطور، شي صوبة كما قلت لكم أنا تنفطر وتنتسحر وناقصة يعني الكمية، وتناكل داك الشي اللي فيه القياس، وفي نفس الوقت لا للضياع وانا بوحدي، يعني سميتو طبلتي دريويشه وفيها الخير والبركه، طبلتي دريويشه متواضعه، طبلتي جبيبينيه وشويه الكيش ولا شويه تاع الدجاج ولا داكشي اللي قسم سيدي ربي ولا شلاضه ولا داكشي قسم سيدي ربي، داكشي درويش عندي ونحمد الله ونشكره. خليت لكم الصحه والسلامه والعافيه، تهلاو في راسكم وقولوا لنا نتوما على من انتخبتوا، قولنا على من انتخبتوا.